أو نواصل المشروع مع هذا الرجل بروح الوفاء لهذا الرجل، ولابد أن نواصل هذا المشروع لبناء الجزائر، جزائر الغد، بروح الوفاء. وإن شاء الله سنلتقي في الميدان، وأنا على يقين أن سننجح، أن سننجح، لأن الترشح نتاعو شوفوا الصدى في القارة الدولية، هل فيه رفض؟ هل فيه تردد؟ شوفوا كذلك على مستوى كل الجمهوريات، هل فيه رفض تردد؟ فيه حقيقة، فيه كلام، فيه ناس اللي ماهيش موافقة، ما فيه حتى مشكل. احنا ماشيين في إطار شفافية كاملة، ولكن لابد كلنا أن نحسس بعضنا بعض باش حقيقة ستكون مشاركة قوية للسماح لهذا الرجل. احنا بالنسبة لهذا الرجل احنا محتاجينه في النظرة تاعو، محتاجينه في القوة تاعو، محتاجينه باش هو اللي يواكب الإصلاحات، محتاجينه باش هو اللي يواكب الإصلاحات.